مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد 9 أشهر فراق، التقت اليوم رغدة بأمها بالأردن وشاركت فرحتها مع متابعينها بهالستوريهات. زي ما شفتوا اجت الوالدة بعد غياب 9 أشهر. يس 9 أشهر رجعتي ولدتيني من أول. يس 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 يس. من بعد إلحاح الجمهور وعدد الرسائل الكثيرة اللي تلقاها وسام تيكت بخصوص حقيقة علاقته وحبه لعضوة فريق فافا نابولي بيسان أو صداقتهما، قرر وسام الإجابة عن هذا الموضوع بفيديو على يوتيوب، فنزل ستوري عرض فيه سؤال متابع كتب فيه هل تحب بيسان؟ فأجاب وسام بي عم فكر قريبا نزل فيديو أحكي لكم كل شيء، ما رأيكم؟ من بعد ما حمست نور ستارز المتابعين بمجموعة من الستوريهات والصور عن أغنيتها الجديدة اللي صرحت مؤخرا أنها راح تكون بعنوان بلوك، نزلت نور فيديو قصير من الفيديو كليب الأغنية وحددت موعد نزولها، حيث من المرتقب أنها راح تنزل يوم 24/10/2020 على يوتيوب. كم نسبة حماسكم للفيديو كليب؟ اكتبوها تحت بخانة التعليقات. ما تزعلش من البلوك، عارفة انك جالك شوق. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.